شباب في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدأ. انا زهقان قوي. يوه انا تعبت بقى من القعدة في البيت دي. انا تعبت مش عارف البس لبس الخروج بتاعي. مش عارف انزل خالص. انا متضايق جدا. يا جيري يلا اصحى. انا بفكر اعمل اشوف كده. دي اوضة السيدة شوز اطلع منها. كفاية تشخير بفكرني بفيلم بينوكيو. نفسي اطلع برا البيت اغسل سنين. وحشتني. عيط يا فيروس كورونا عشان ننزل برا البيت براحتنا. بس بقى اصحى. زهقان ما بعملش حاجة. هعمل ايه؟ زهقان انت قاعد طول الوقت نايم حضرتك. ازاي قاعد بتحلم ان انت بتخرج برا البيت؟ عشان انا زهقان عايزة اتسلى في اي حاجة. تيجي نعمل 7 حاجات نعملها واحنا زهقانين. ايوة هنوريكم يا اصحابي 7 حاجات تعملوها وانتو زهقانين. حاجات حلوة جدا وكتير جدا وجميلة جدا وفظيعة جدا. طبعا يا اصحابي انتو عارفين انا وتوم عايشين في فيلا جميلة جدا. ده في جي تي اي بس عشان تبقوا عارفين. فيلا جميلة جدا. فدلوقتي يلا يا توم قولنا اول حاجة هنعملها. اول حاجة نساعد مامتنا في البيت. احنا ما عندناش ماما فاحنا هنساعد السيدة شوز. بالظبط. انتو طبعا تساعدوا ماما بابا اخواتنا كل الناس. تساعدوا نفسيكوا اي حاجة انتو نفسكوا فيها. انا قدرش نطلع برا البيت. تعالى يا ليلو. يلا نساعد الشيء السيدة شوز. يا طوم ازيك. ودي اول مرة وشها يبان. عجباني تسريحة شعرك النهاردة. ايه رايك في تسريحة شعري؟ بصراحة هي غريبة سنة بس حلوة. ما انا ما رحتش الكوافير دلوقتي. انا النار ضربت في وشي من البوتاجاز فراح ولع فنفش كده. محتاجة مساعدة في اي حاجة؟ طيب يا سيدة شوز. انا يعني كنت بحضر الاكل. ممكن تيجي تاخده معايا الاكل. اوكي ماشي. طب النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل شعر السيدة شوز المشوي بقطع الخيار. على فكرة احنا ممكن كنا نعمل حاجة. الفراخ المتخزنة عندنا 20,000 سنة دي. ممكن. طيب يا سيدة شوز انتي محتاجة مساعدة في ايه؟ ممكن تملالي الازايز يا جاري. اما انا هنملى الازايز هتنطط على جاري. انا عارف ان انت مش بتساعد في الاكل. انا عارف ان انت تشوف التلاجة كده جاهزة وتاخد من الازايز. مليت الازايز. طب انا عايز اعمل حاجة. طوم انت نلمع الاسطح. ما تنسوش يا اصحابي تلمعوا الاسطح اللي هي الترابيزات وكده كل يوم علشان نضيع على فيروس كورونا. حاضر. لما على الترابيزه دي خد قماشه اهي. يلا ما علينا هي قماشه شفافه. ما اديني مسحتها. ماشي. اصل القطط سريعه عندهم مكان روح. نسيت. سبعة ايوه ايه ده الليست تاني. اصحابي حاجه ممكن نعملها نركب عجله في البيت. جيري دي فكره مش نركب عجله في البيت. بصوا لو عندكم حديقه في البيت بس مقفله تقدروا تركبوا عجله. لكن نركب عجله في البيت جوه. بصوا انتوا ما تعملوهاش. هكسر الفاز. ليه نعملها من راسك يا جيري. نعملها في البيت احلى. ايوه تكسر البيت كده كان جيري. ما ينفعش تلعب بالعجله في البيت. ده كده بتخرج قوانين البيت. دخلت اوضه السيده شوز. كرهت قوانينك يا سيده شوز. ايه ده انا فين؟ ايوه الله اوضتها جميله وبينكي كده وحلوه خالص. جيب كفايه. مش كفايه. صدقني امسكك في وحطك في الحمام واعمل عليك الفلاش. جيري
كفاية، ما ينفعش تلعب بالعجلة جوه البيت، انت كده هتكسر الحاجات والبساط وكل حاجة. يا اصحابي ما تسمعلوش كده في البيت، ما تسمعوش كلام جاري. جاري بس بيعملها جاست فور فن. انتوا ممكن تعملوها في الحديقة، بس ممكن تلغوها لو ما عندكمش حديقة. او في البيت. طلعها من دماغك يا جاري. ممتعة جدا بصراحة، انا عايزة اعملها. طعم انت جننت. انا بعرف اسوق انا، لكن هو عكاك. اصل هو راسه عمالة تتهز في شيء الدنيا. كسرت الفازة اللي ب800 جنيه. يا سلام، مفيش مزة. انا شاريها لك في عيد الام وكانت بجنيه على فكرة. بجنيه؟ مستخسر فيا، تجيب لي حاجة غالية. بصراحة دولار، يعني 15 جنيه. ايوه شكرا. كفاية بقى وامشي، انزل من البتاع اللي انت مقعد استني يا مطمطم. ماشي يا طام، قلنا الحاجة التالتة اللي ممكن نعملها احسن من ما نركب. الحاجة التالتة يا طام قول. نلعب مع اخواتنا. احنا يا اصحابي ما عندناش اخوات، بس عندنا اصحابنا الكتار جدا جدا جدا، انتوا عارفين طبعا. حاولوا يا اصحابي تعرفوا، لو جيري. عرفتوا اكتبوا تحت في الكومنتات، لو ما عرفتوش اكتبوا برده تحت في الكومنتات. جيري دول عائلتي انا، عائلتنا مش اخواتنا. لا ماشي، احنا هنا فوق كده فوق اوضتنا، فوق اوضتي انا ومتمتم. للاسف انا وهو عندنا اوضه واحده، ما اعرفش ليه انا كان نفسي بصراحه يبقى عندي. المشكله في السيده شو زي. هنلعب مع جيش التمه. اهلا يا اخويا. ازيك يا مامي؟ يا مامي ازيك يا طارق؟ نقدر يا اصحابي نلعب بأي حاجة، يعني نلعب استغنية، نلعب باللعب اللي عندنا، نلعب لو خيروك، نلعب بتحذر وتفذر. ايه الشخصية بتاعتك انت؟ تسأله اسئلة. أيوة عنها. نلعب افلام ولا يقول لا؟ ايوه انا احنا هنلعب عن نفسنا استغنية. ايوه بصوا انا هستخبى وانتوا تدوروا عليا يا عائلتي. اوكي يا طم، وانت اخر مرة استحميت امتى؟ ماما استحميت النهاردة. خلاص انا اسفة، مش عارف ماما وبابا غريبين قوي معايا، حسسني ان انا بيبي. ماشي يا متمتم، بس بس بس. نعم زحين، يعني لازم اقولك نعم؟ يعني انا اشمعنى انت جبت يعني جيش التمهات ولعبت معاهم؟ انا استخبى انا كمان والعب معاهم، او حاجة احسن كمان اجيب جيش النيانيهات. طب ينفع انا حارب الحرب بتاع المرة اللي فاتت؟ جيش النيانيهات، جيش النيانيهات، يحيى نيا يحيى نيا يحيى نيا يحيى نيا. يلا انا هستخبى وانتوا تحاولوا ثواني. ماشي استخبيت هنا، مكان حلو جدا، مكان حلو قوي. لا انتوا لقيتوني برضو. ايوه لقيتك. طيب انا عارفه انا استخبى فين. انا استخبى في حديقة الفيلا، علشان احنا الفيلا طبعا متقفله، الحديقه بتاعتها متقفله، فعادي لو طلعت في حديقه الفيلا، لكن اطلع بره الفيلا مش هينفع. لا ما تسوقنيش. ماشي اروح فين؟ اروح فين؟ ايوه بس روح المطبخ عشان نمسكك. يا سلام. لا وسع بس كده. يا بابا برضو لقيتوني. بس جيب في جبنه في الثلاجه. سيبوني بقى في حالي. يلا بقى انا عايزه استخبى. يعني انا عايزه استخبى، سيبني في حالي. انا ماشي، انا عرفت انا استخبى. ماشي هطلع فوق. ازيك يا متمتم؟ ما تقولهمش انا مستخبى فين. ماشي على فكره انا مش طم الحقيقي، اسال الغامق. بص لو لقيت فاتحين امشوا من هنا. ايوه هواء نقي. انا طلعت بره. صح ده حديقة البيت. انا طلعت في حديقة البيت. ماشي انا هستخبى بسرعه 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 بسرعه. ايوه انا هجري. بوابة البيت. انا عايزه اطلع من الفيلا، هخرج. فيروس كورونا انا نسيت. ماشي يا اصحابي، طبعا انتوا لو عايشين في فيلا او بيت في بتاع ده حديقه، تقدروا تجروا تلعبوا في الحديقه. ماشي استخبى فين؟ عرفت، استخبى في البسين.
حلو قوي استخبى في البسين. ايوه ايوه استخبى في بتاع الاطفال. لا كبير. ماشي حلو قوي مكان الاختباء ده. سيلاقوني. ايوه هيلاقوني. شايم البحر شفاف. ماشي. انتوا طبعا يا اصحابي ما عمركم عرفتوا ان احنا عندنا ملعب تنس. بس احنا عندنا ملعب تنس. ماشي استخبيت هنا. حلو قوي حلو قوي. مش انت تفرقوا. بره انا وحشني قوي ان انا اطلع. وحشني عايز اطلع واخرج واروح. ازاي لقيتوني؟ يا سلام احنا سامعين صوتك عالي قوي على فكره. بجد؟ ايوه. عمي انا نفسي اطلع بره. ويا اصحابي احنا بقى عندنا ملعب تنس جديد بصوت عالي قوي. احنا عرفنا ان انت في ملعب التنس. خسرت على طول. ما انا برضو خسرت. ايه رايك؟ ماشي انا داخل جوه البيت. ماشي دابك. ماشي ازيكم يا اصحابي. دي الحاجه رقم بهزر. دي الحاجة رقم 4 وان احنا نلعب موسيقى. تن 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 تن. ما تغنيش السيدة شوز جاية. انا برقص. او يا انا برقص. يا 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 جيري. تن 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 غني يا توم. يلا إيه. أنا بصراحة نفسي أعيش في جزيرة. ليه؟ لأن البتاع نياعي ده صدعني. هاها قصدي دودو. لا أنا نفسي أعيش في جزيرة تانية عشان ما يكونش فيها فيروس كورونا. أنا نفسي أعيش في الفضاء. ماشي يا توم ممكن تقول لنا الحاجة الخامسة من فضلك؟ الحاجة الخامسة هي بول. هنلعب في البسين؟ أيوة. ماشي. أيوة. يا اصحابي في حاجة بديلة لو انتوا ما عندكمش بسين في البيت؟ ممكن تستحموا. لا غير كده ممكن تقروا كتاب. اختاروا كتاب مفضل عندكم. انا عن نفسي كتابي المفضل هاري فخارة وحجر الفيلوسفر. انا عندي بقى مجلتنا يا جيم. ايوة او مجلات. اقروا عموما يعني اقروا المنهج اللي راح في الهواء بتاع المدرسة. بس احنا ما عندناش مناهج لاننا اظن انا عندي مش عارف. انا حاسس اني منتعش مع اني ما نزلتش في البسين اصلا. ماشي انا عايز انزل برضو في البسين. يا متمتم مش معنا انت. يلا جاري قادم الى البسين. ياريت ما تقعدش في بتاع الاطفال تاني اللي هو بتسميه بتاع الاطفال وهو مجرد قاعدة للناس بس. جميل جدا قاعدة بتاع الاطفال. يخلاشي يخلاشي. ده مش بتاع الاطفال ده مجرد قاعدة حضرتك. أيوة. في المية. ميه 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 ميه. وشفت الدرجات دي انت تمام هتقعد في الاولى. ايوه وهي اصلا مجرد رجليك. ثانية يا جيري مش ده ساعة لما وريناهم بيتنا الجديد اللي احنا لسه ما عزلناش منه؟ احنا قاعدين يعني ايه؟ تيجي نلعب تنس؟ اصلا مش مكتوب في الليست يعني بتاعتنا. يعني ايه؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم. اتلخبطت عشان اللي بتعمل صوتك بينا. خلاص ما تحرجنيش. ما احرجكش على فكرة. ده مجرد فيديو حضرتك. ايوة طب ممكن تقولي يعني ايه اللي انت قلته من شوية ان انت صوتك مش حقيقي. ماشي معنا. اوكي جيري وريني صوتك الحقيقي تاني. الحاجة السادسة اللي ممكن نعملها يا اصحابي هي رياضة. ايوة نعمل رياضة. اكسرسايز ذات صوت. ايوة الله الاوضة الحلوة دي. دي حضرتك اوضة الجيمز. جيمينج بتاعت الفيديو. ماشي يا طه. الحاجة اللي بعد كده اللي هنعملها زي ما قلنا رياضة. ان احنا هنعمل رياضة عشان ما نبقاش قاعدين على الكنبة كأننا بطاطساية ما بتعملش حاجة كسلانة. ان احنا هنبقى اقوياء. بتبرى واقوياء. حلوة النغمة دي.
أيوة استنى بس بس أيوة يلا فوق يلا يلا مش قادر مش قادر تعبت 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 مش قادر أيوة أنا بجري أنا بجري أنت بتجري في مكانك أنا تعبت تقدروا كده يا صحابي تكونوا عايشين حياة صحية وأصحاء وتاكلوا فيجيتيبلز أيوة كلوا خضار وفاكهة كتير وقللوا فيجيتيبلز. من الشيبسي والبيبسي والحاجات الكتيرة شيبسي بيبسي قريبين أول والسناكسات والبطاطس المقلية والحاجات اللي مش صحية والحلوية انت والحلويات انتوا طبعا عارفين ده في فيديو بتاع فيروس كورونا أيوة ولو ما شفتوهش ابقوا شوفوه بعد الفيديو آخر حاجة ممكن نعملها ان احنا نلعب مع الحيوانات الأليفة لو ما عندكمش انتوا ممكن تقروا كتاب تاني ايوه او تلعبوا مع اصحابكم او تلعبوا في البسين تاني او ما لو ما عندكمش بسين هتقعدوا تساعدوا اخواتكم تاني او حاجه او حاجه تاني لو ما عندكمش حيوانات اليفه طبعا ما نقدرش ممكن كمان تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون وممكن كمان تقعدوا تلعبوا على اللاب روبلوكس وممكن كمان تتفرجوا على قناتنا عالم توم وجيري او تتفرجوا على اليوتيوب عموما زي ما انتوا برافو عليكم دلوقتي بتتفرجوا على اليوتيوب حاجات تعملوها وانتوا زهقانين ومن ضمنها ان انتوا تشوفوا يوتيوب وانتوا بتشوفوا اليوتيوب دلوقتي فبرافو عليكم ان انتوا بتشوفوا اليوتيوب حيواناتنا الأليفة عندنا فرخة وعندنا بوبي وعندنا عندنا بوبي يا بوبي وعندنا بقرة بتضحك كتير بتاخدوا لبني ليه أنا بعرف أتكلم على فكرة مع إن توم المفروض حيوان أليف برضو بس ما عرفش وإنت مش حيوان أليف انت مجرد فار مليء في السم انت مش مليء بالسم احنا بنحميك بالعافيه كل يوم انا بقول بنيجي عليه بالسم ايه ده ده في قرد هنا ايه ده أو أو انا البوبي الخروف أو أو انا البوبي الخروف ايه ده ده في قرد هنا ازاي ايه ده في قطط كمان انا قرد بتكلم على فكره البنيوس الأمر أنا نفسي أسمع صوت القرد يا قرد أهلا لا الصوت بتاعك صوت الحقيقي لا اللي هو أيوة بالظبط إزيك قرد جميلة وجميلة يا قطة إزيك أنا قرد أنا بعمل أنت حظك حلوة ولونك رمادي أما أنا لا قصدي ايه ده هو ازاي في قرد ايه ده هو انت انا ماما ماما انت موجوده ماشي حضرتك ضفار يا اصحابي عارفين ليه ما 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 عشان بصوا يا اصحابي تقدروا تكتبوا تحت في الكومنتات نصغر جيري اكتر ولا نخليه كده يا اصحابي اكتبوا تحت في الكومنتات لو عندكم حاجه انتوا بتعملوها وانتوا زقانين من غير ما تقولوا لنا انا عن نفسي بعمل ستريتشينج ويوجا انا عن نفسي كرافتينج ويوجا أيوة. يوجا ما ممكن كمان نصنع اعمال يدويه نتفرج على فيلم جديد ما شفناهوش ايوه ممكن نعمل اعمال يدويه وممكن كمان نرسم ونلون ده موهبتي انا المفضله انا بحب وانا أرسم. برضو موهبتي المفضله لك انت بتحب تلون قوي بحب ارسم برضو بحب تلون بني قوي بحب اعمل اعمال يدويه يا اصحابي لو عندكم حاجه زياده احنا ما قلناهاش في الفيديو ده وانتوا بتعملوها وانتوا زقانين اكتبوها لنا تحت في الكومنتات عشان ممكن جيري. احنا كمان انا عايز اقول لك حاجه ايه انت دايما لما ترسم اي حاجه لازم تلونها بني عشان لوني المفضل واصفر انا البوبي الخروف انا البوبي الخروف بوبي الخروف زي ما توم بيعمل كده حاجه وهو زقان ان هو هيعمل صوت الفرخه على فكره انا اللي بيعمل صوتي هو اللي بيعمل صوت الفرخه دلوقتي ايه ده الفيلم ده ايه ده ده فيلم جي تي ايه
دلوقتي في حاجة تانية انا هقولها لكم جميلة جدا بجد. بيخطقاتك يا فرخة. لا حاجة احلى بكتير يا اصحابي. باي يا اصحابي، ربي يكون الفيديو عليكم، ما تنسوش بس لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد الفيديو. هاتنا باي. ايش بقيت جي بقيت جي